تركتها باسمة متكلمة في لحظاتها الأخيرة، تحدثني عن صدق أجدادي، عن المواقف الجريئة. هكذا رأيتك يا ابنتي قادمة في حلمي بثوب العرس، وكنت غفوت فانسابت الدموع من مقلتي ومات الموت، ومات الموت. إذن هو الموت يدر الغبار في عيوننا، إذن هو الموت يفجر بركان الحزن في نفوسنا. هكذا رأيتك يا ابنتي قادمة في حلمي بثوب العرس، وكنت غفوت فانسابت الدموع من مقلتي ومات الموت، ومات الموت. بالنسبة للحالة الصحية ديال سكينة فهي مستقرة نوعا ما، ولحد لحدود الآن راه كتخضع لبعض العلاجات، رأيتها ما يجيب لها الشفاء، وأكيد أن الحالة ديالها مستحسنة، وما نقولش حسنة ولا لا بأس بها ولا متوسط، بل مستحسنة الحمد لله ونشكره على كل حال. ما بقاش داك الالتهاب بزاف، وتنشكر من هذا المنبر ديالكم الدكتور عالمي على العناية الخاصة والمراقبة، لا وكان نشكر كذلك الممرضين والممرضات والإخوان اللي كيسهروا على العناية ديالها داخل المستشفى. اليوم هضرتي مع سكينة أبل فيديو، هضرت مع العائلة، شنو الشعور ديالكم ملي شفتي الابتسامة رجعت على وجه سكينة؟ نعم، أنا بالخصوص اليوم ما مشيتش عندها، ولكن تواصلت معها بأبل فيديو لكون الام ديالها والزوج ديالها والاخت ديالها والابن ديالها عندها داخل الغرفه ديالها. انا فرحت، يعني فرحني هذا اليوم، هذا بالاخص هذا اليوم، وكتهضر معايا وكتضحك معايا، تتقول لي راه صحتي راه بدات كتحسن بابا، وتنتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله. وتنشكر جميع المغاربه كاع اللي متابعينا ومواكبين هذه الوعكه الصحيه، يعني تعاملوا معنا الجماهير بشكل كبير، وتنشكر سيدنا الله ينصرو حتى هو، ونشكر الحكومة عامة، ونشكر المغاربة كقاطبة من طنجة إلى القويرة. لا ماشي أسبوع، ولكن تقريبا تتشوفوا نهار إيه ونهار لا، ونهار اللي ما كتشوفوش تنديروا لها أبيل فيديو وتطمئن على وليدها، وتنزيدوا حنا نشجعوها ونقويو فيها هذه الأمومة، وبين الابن ديالك بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي عطى الله. انا جد، ولكن راه ابني حتى انا، هذه راه تسمى الكبده الثانيه. فمحمد غالي الابن ديالي كنعتز به، وانا فخور بانه يكون الابن ديال سكينه، وتنتمنى لها الشفاء العاجل من هذا المنبر هذا، والله يخلي لها وليدها ويخلي لها الزوج ديالها ويخلينا لها حتى حنا كذلك. سكينه الحاله ديالها كانت خطيره في الاول، شيخ ما كما كانوا كيقولوا انها كانت في كاتسون. كانت في كاتسون، هي نورمالمون خصها تكون عندنا 0.6، هي وصلت ل 400. يا بري بوندون هاد الويجور اللي مرات، يعني انخفضت الالهاب، انخفضت هذيك الدرجه ديال سميتو ل 200، ولحدود الان فهي 150 تقريبا. الحمد لله، هذا يبشر بالخير، هذا يبشر بالخير. ومن طبيعه الحال قال لي شكون شكر العروس، قال لي خالتها او جارتها او كذا. المهم على كل حال، فهو الوجود ديال سكينه بالنسبه للشهر ديال رمضان المبارك فيه واحد طعم، يعني فيه واحد سميتو النشاط، واحد الحيويه. كتدخل حتى هي الكوزينه، كتصوب لي سيجار، تصوب البريوات، تصوب الحريرات، تصوب كل شيء. هي صراحه كيف تنقولوا حادقه بالدارجه ديالنا، تنقولوا حادقه، كتنوض كتشقى من الصباح حتى العشيه، ما تيجلسوش حتى كيوجدوا لنا الطبله. واش غنقول لك، الله يخلي لها صحيحتها والله يرجع علينا سالمه غانمه ان شاء الله. واخا غادي ناثر فيها شي شويه، هي راه كانت تقول ماماها ما كرهتش ندوز معكم شهر رمضان كله، ولكن انا بالعكس انا حفزتها وقلت لها سكينه غير صبري حتى تخضعي العلاج ديالك التام، يا بري راه غادي تجي دوزي معنا رمضان بخير وعلى خير، والصحه ديالك هي الاولى، وإلا صحيتي لينا راه غدوزي معنا رمضان في رمضان في رمضان في رمضان. هادشي اللي عطى الله. الشهيوة ديالها هي ولا ديالي أنا؟ ياك أنت اللي كتعجبك تطيبها لك هي. كلشي كاع اللي جا من يديها ولا يد ماماها سمن عسل.
المهم سكينة ماهرة وبارعة في الطبخ، واخا زعما بنتي ما غاديش نشكرها لك ولكن بارعة وتعلمات من المدرسة، والمدرسة هي الأم وجدها، حيت جدها كانت ديجا في التعاون الوطني، كانت تطيب عاوتاني في الخيرية الإسلامية، كانت تطيب المئات ديال الطلبة اللي كيكونوا في دار الطالب وهذه، ولحدود الآن راه هي متقاعدة، راه عندها 92 سنة، باقي الآن دابا تيجيو يزوروا هذوك الطلبة والتلاميذ اللي كانوا تما، وهي منين تعلمت لالا سكينة أمها أصلا. الحمد لله على كل حال، قال لك إذا ظهرت المعنى لا فائدة في التكرار. فسكينة ماشي غير بنتي ونقول لك عليها راه شعبية نوعا ما، ولا راه سميتو سكينة كباقي البنات مجتهدة حنينة مرضية الوالدين. كنطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الشعب وهذا الجماهير كلهم اللي تابعينها باللي كومونتير ديالها وهذه، الله يخلي لهم صحيحتهم، وتنقول لهم من هذا المنبر ديالكم تهلاو في الصحه، تهلاو في الصحه، تهلاو في الصحه. هي بهذا الاسلوب قالت لي قبيله في الفيديو، قالت لي يا بابا الماكله لا تساوي شيئا امام الصحه. فلهذا تنشكر الشعب المغربي قاطبه دون استثناء من طنجة للقويرة، تنشكرهم على الوقوف ديالهم معنا والمساندة ديالهم معنا في الوعكة الصحية ديال بنتي سكينة. وانا ما كنتش نقدر ان غادي يكون هذا الحشد الهائل تبارك الله من الجماهير ديالها والمعجبين والمعجبات، هذا الشيء اللي عطى الله.